نشرة إخبارية جديدة، فأهلا بكم والبداية بالعناوين. استعدادات أمنية وعسكرية واسعة لضبط الأمن ومكافحة الإرهاب في محافظة أبين. الميليشيات الحوثية ترفع أسعار الوقود في مناطق سيطرتها، واستياء شعبي واسع بسبب هذه الخطوة. وموظفو إذاعة وتلفزيون عدن ينظمون وقفة للمطالبة بفتح مؤسساتهم والاهتمام بالكوادر الإعلامية. أهلا بكم. تشهد محافظة أبين استعدادات أمنية وعسكرية واسعة للقوات الحكومية والحزام الأمني ووحدات مكافحة الإرهاب، وذلك لضبط الأمن في بعض المناطق الريفية والنائية التي تشهد انفلاتا أمنيا وانتشار الجماعات الإرهابية وعصابات التهرب وقطاع الطرق. بعد مساع حثيثة قادتها قيادة السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين للتنسيق بين القوات الحكومية والحزام الأمني لتأمين مديريات المحافظة، نفذت القوات العسكرية والأمنية ووحدات مكافحة الإرهاب حملة أمنية في مناطق ووديان دلتا أبين ومدينة شقرى الساحلية. هذه خطوة كانت منتظرة من سابق، والتنسيق الأمني عملته علينا الضرورات والظروف، ووصلت كل الأطراف إلى أن هناك في قوى لابد من توحيد الموقف وتوجيه البندقية باتجاه العدو الرئيسي الذي له أطماع في هذه الأرض، وبحيث أنه في مناطق من محافظة أبين يعني الأمن والاستقرار فيها شبه مشلول، فاستشعر الجميع المسؤولية والواجب أمام أهلنا في هذه المحافظة، وتمت التوافقات على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والاصطفاف في المرحلة القادمة. ونحن بدورنا في قيادة المجلس الانتقالي في المحافظة نؤيد ونبارك هذه الخطوات، ونأمل أنه يتم البناء عليها في محافظات أخرى. نحن نؤيد البادرة هذه اللي تمت بين القوات الجنوبية في محافظة أبين، حتى لو هي جت متأخرة ولكنها جت في وقتها المطلوب، ونتمنى أن تكون هذه البادرة تكون على جميع القوات في المحافظات الجنوبية وبشكل عام القوات الجنوبية. لهذا نحن نتمنى أن تكون التنسيق كامل وشامل من أجل القضاء على عناصر التخريب، والتنسيق كامل إن شاء الله بتأمين الطرق والمناطق يعني النائية، لأجل كون العناصر المشبثة في أمننا في محافظة أبين تتخذ من الأماكن الريفية ملاذ لها للهروب والتخبي في وسط الأشعاب والجبال واللجان. الحملة الأمنية التي نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب مسنودة بقوات الأمن والقوات الخاصة لاقت ارتياحا شعبيا كبيرا بين أوساط المجتمع، حيث تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في طريق المصالحة الجنوبية بين قادة تلك الوحدات العسكرية وانتهاء الصراع وتوحيد الهدف، وهو تطهير مديريات أبين من العناصر الإرهابية والإجرامية وعصابات قطاع الطرق، ومنع أي محاولات اختراق لميليشيات الحوثي الإرهابية في المناطق المحادية لسيطرتها. الهدف من أولا وقف نزيف الدماء، وقف نزيف الدم. ثانيا عادة اللحمة الجنوبية على وضعها الطبيعي في أمن واستقرار من أجل محاربة العدو الرئيسي المتمثل بالقاعدة وداعش والحوثي، وهذا يدل دلالة واضحة على أن أبناء أبين سوف يصطفون إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. كانوا شرعية، كانوا انتقالي، كانوا أحزاب، الكل يد واحدة للقضاء على بؤر الإرهاب أينما وجدت. خبر مبهج أنه يعني الاهتمام يعني إعادة لحمة المؤسسة العسكرية والأمنية، حتى نلتفت بعدها إلى الجانب يعني الصحي والاجتماعي بشكل عام. الوضع الكارثي الذي نعيشه اليوم يعني في أبين خاصة بشكل يعني ملفت، مؤلم جدا، يجب أن نتلاحم حتى نعيد يعني المؤسسات بشكل عام في أبين، وسواء كانت صحية أو اجتماعية أو ثقافية، وتعود أبين لوضعها الطبيعي إن شاء الله. كمواطنين نؤيد هذه الخطوة اللي تمثل لحمة ما بين أبناء المحافظة ومديريتها حول محاربة الإرهاب أينما كان، لأنها آفة. بالنسبة أنا أدعو أبناء أبين إلى التكاتف والتلاحم حتى يتم تطهير أبين
وكافة مديرياتها من الآفة الدخيلة على محافظتنا، والتي تعتبر هذه المحافظة هي عنق الزجاجة لعاصمتنا الحبيبة عدن. وفي الآونة الأخيرة تشهد أبين استعدادات واسعة لكافة القوات العسكرية والأمنية ووحدات مكافحة الإرهاب لخوض معركة تطهير بعض مديريات أبين من العناصر الإرهابية وتأمين المناطق الحدودية مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى محاربة عصابات التهريب الإجرامية وقطاع الطرق التي انتشرت مؤخرا في تلك المناطق. ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة غداً اجتماعا أمنيا لمناقشة مستوى التنسيق وتكامل الخطط بين الأجهزة الأمنية المختلفة والسلطات المحلية لمواجهة المخططات الإرهابية والأعمال التخريبية في غداً والمحافظات المحررة وتعزيز الأمن والاستقرار. وجه رئيس الوزراء باستكمال التحقيقات بشكل عاجل ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار العاصمة عدن، وتفعيل الجهد الاستخباراتي المنسق لإفشالها قبل حدوثها، مشيرا إلى أن التخادم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية سيحاول بكل الوسائل والأساليب استهداف أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة، وهو ما يجب التنبه له وإجهاض مخططاتهم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة الجنوبية عبد الرحمن أبو الزرع المحرمي، استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاغن، وقال المحرمي إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة جاهزون للسلام الشامل والعادل في حال انصاع الحوثي للغات الحوار والمفاوضات بدلا عن القتل والدمار. واستعرض المحرمي جهود الحكومة وموقف مجلس القيادة الرئاسي في دعم وإسناد مساعي المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي لإنجاح الهدنة الأولى والثانية، وكذلك الموقف الإيجابي الذي التزمت به من أجل رفع المعاناة عن الشعب. تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتخرج أطفال جندتهم ميليشيات الحوثي فيما يعرف بالمراكز الصيفية، وقال الناشطون بأن الصور لمناورات عسكرية قام بها أطفال تحت إشراف قيادات تتبع الميليشيات الحوثية. يذكر بأن ميليشيات الحوثي أدرجت فن القتال ومعلومات عن الأسلحة من ضمن ما لقنته للأطفال في المراكز الصيفية إلى جانب مواد دينية تخدم توجهها الطائفي. أقر المدعو عبد الملك الحوثي زيارة جديدة لأسعار الوقود في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لدعم ما تسميه المجهود الحربي، ما أثار موجة غضب عارمة في أوساط المجتمع خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. قرار تعسفي جديد أقرته الميليشيات الحوثية تمثل بفرض زيادة على أسعار المشتقات النفطية وبنسب كبيرة تتجاوز السعر الدولي للوقود بفوارق باهظة. ورفعت الميليشيات أسعار الوقود في مناطق سيطرتها بنسبة تصل ل20%، ليصل سعر جالون البنزين سعة 20 لترا من 12800 ريال إلى 14000 ريال، ما أثار موجة من الغضب والسخرية لدى كثير من المواطنين الذين اعتبروا الجرعة الجديدة بمثابة امتهان لكرامة اليمنيين في ظل الوضع الصعب وانقطاع المرتبات واقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. وأعلنت الميليشيات أن الزيادة ستذهب إلى دعم ما تسميه التصنيع العسكري، وهو ما جاء بعد أقل من 24 ساعة من توجيهات معلنة من زعيمها المدعو عبد الملك الحوثي للمدعو مهدي المشاط رئيس مجلسها الانقلابي، بما زعم أنه العمل على تخفيف معاناة المواطنين، الأمر الذي يكشف حقيقة تلك التوجيهات التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب. وحسب الزيادة المقرة في صنعاء والمحافظات المختطفة، فإن هوامش التحصيل ستصل إلى مبالغ كبيرة جدا ستخصصها الميليشيات لاستمرار حربها والاستعداد لجولات قتال جديدة رغم تحركات المجتمع الدولي لإنجاح الهدنة وخلق أجواء إيجابية للوصول إلى سلام دائم. وعقب إنهاء القيود الإجرائية وتخفيفها والسماح بدخول شحنات مضاعفة من النفط إلى الحديدة، عمدت الميليشيات الحوثية على استغلال الإجراءات المفروضة لخلق سوق سوداء شكلت موردا مهما لإثراء قيادتها
ما يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة حيال الوقاحة الحوثية المستفزة. الجدير بالذكر أن رفع الحكومة لأسعار الوقود من 2500 ريال إلى 4000 ريال للجالون الواحد في 2014. كانت الورقة التي استخدمتها الميليشيات الحوثية لإسقاط مؤسسات الدولة والانقلاب على الحكومة الشرعية والاستيلاء على إيرادات البنك المركزي في صنعاء. تسعى ميليشيات الحوثي إلى مصادرة أراضي مدينة الحديدة عبر أحياء حكم إمامي مضى عليه أكثر من 70 عام، في توجه عام ممنهج تتبعه الميليشيات منذ انقلابها لإعادة أحياء العهد الإمامي البائد والقضاء على الهوية اليمنية. في توجه عام وممنهج تتبعه الميليشيا منذ انقلابها لإعادة أحياء العهد الإمامي والذي انقضى عليه نحو 73 عاما، تسعى ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى مصادرة أراضي مدينة الحديدة، حيث بدأ مكتب أراضي وعقارات الدولة التابع للانقلاب في الحديدة وبناء على توجيهات زعيمهم المدعو عبد الملك الحوثي بالبحث عن مواقع العلامات المحددة للأراضي التي وردت في الحكم، وتجاوزوه إلى مصادرة ملايين الأمتار على اعتبار جميع الأراضي ملكا للدولة ولا يوجد لأي فرد أو قبيلة ملكية فيها. مصدر مطلع في الحديدة قال إن حكما صدر عام 1960 بين الدولة وقبائل المدينة حدد مرافق الدولة بميلين ونصف الميل، أي حوالي 4 كيلومترات من 3 جهات، باعتبار الجهة الرابعة هي البحر، وما بعد الميلين والنصف هي أملاك لقبائل الحديدة. ويضيف المصدر أن ما يحدث الآن هو تنفيذ لذلك الحكم بمزاجية وبشكل غير قانوني، وذلك لغرض نهب أراضي المواطنين وبمساحات تقدر بملايين الأمتار، وأن الميليشيات تريد تطبيق القانون رقم 21 لسنة 1995 بشأن أراضي وعقارات الدولة وبأثر رجعي، وهو ما تفسره الميليشيات بمثابة تأميم مبطن لأراضي المواطنين بالحديدة. فيما قال ناشطون مهتمون بملف الأراضي في الحديدة إن أراضي وعقارات الحديدة القديمة تشمل حارات الحديدة القديمة المملوكة ملكية حرة خاصة لسكان تلك الحارات، أما الجزء الآخر فهي الأراضي والعقارات الواقعة ضمن مرافق الدولة المشمولة ما بين الدولة وقبائل الحديدة. ويرى الأمين الشرعي كاتب العقود في الحديدة المدعو محمد العلماني أن معالجة مشكلات الأراضي والعقارات في المحافظة تتطلب إسقاط الأراضي المملوكة للدولة ملكية صحيحة والتي تعود ملكيتها للدولة إلى ما قبل عام 1960، ويجب أن تكون الأملاك واضحة وغير خاضعة لاجتهاد أي موظف مهما كانت درجته أو المؤسسة التي يتبعها. نظم العشرات من منظفي إذاعة وتلفزيون عدن وقفة للمطالبة بإعادة فتح مؤسساتهم الإعلامية التي أغلقت منذ أكثر من 7 أعوام، كما طالبوا المجلس الرئاسي بالاهتمام بالكادر الإعلامي الذي يعاني منذ إغلاق تلك المؤسسات. منذ 50ينيات القرن الماضي ظلت إذاعة عدن منبرا للتثقيف ومشعلا للتنوير، ليتبعها تأسيس تلفزيون عدن مواكبا كل محطات النضال، إلا أن الأعوام الأخيرة سجلت أسوأ مراحل إذاعة وتلفزيون عدن في تاريخهما منذ تاريخ الانطلاقة الأولى. لقد تداعينا إلى هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإعادة قناة عدن إلى مكانها الطبيعي التوائي عدن، وفي نفس الوقت وقفة عزاء لزملائنا المتوفين وآخرهم الأخ فقيد الإعلام محسن إسلام الذي لم تجد أسرته قيمة استئجار قاعة صغيرة لعمل واجب العزاء. المئات من كوادر إذاعة وتلفزيون عدن أوقفوا عن الخدمة عقب إغلاق تلك الصروح الإعلامية التي كانت ولا تزال تحمل رمزية العمل المؤسسي لإعلام الدولة. باسم كل الموظفين قناة عدن، تلفزيون عدن التاريخي، إذاعة ورسالات، نعزي كل الزملاء الذين توفوا ورحلوا من الدنيا إلى الآخرة، وكلنا أسفون على ذلك لأنهم لم يجدوا الرعاية الصحية الكاملة من قبل الوزارة أو من ينوبها، لم يجدوا العلاج في الخارج، وللأسف بعضهم توفى ولم يجد حتى قيمة الوفاة وقيمة القبر. من بيده الأمر
في عودة افتتاح قناة وإذاعة عدن والإرسالات الإذاعية. هذه القناة التي كانت السباقة في افتتاحها على مستوى الجزيرة والخليج، ونحن كمبدعي وفناني ويعني قدمنا الكثير والكثير لهذا الصرح الإعلامي. المطالبة بإعادة الاعتبار لإذاعة وتلفزيون عدن لا تنحصر بكادرها الإعلامي والفني فحسب، بل هي مطالب كل أبناء العاصمة خاصة والجنوب عامة، لما تمثله تلك المؤسسات من إرث فني وثقافي سطر تاريخ البلاد. صلاح العاقل، لقناة الغد المشرق، عدن. النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. كاميرا الغد المشرق تستطلع أراء الحجيج بعد وصولهم لمكة المكرمة. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بدء إجازة عيد الأضحى المبارك لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة من تاريخ 8 يوليو الجاري. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن الإجازة تنتهي في اليوم 4 من أيام العيد، ولكن كون الإجازة تتداخل مع أيام إجازة رسمية، فإن العمل الرسمي يبدأ يوم الأحد الموافق 17 يوليو الجاري. ترأس وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ محمد بن عايض شبيب اجتماعا للجنة العليا للإشراف على أعمال موسم الحج الحالي لمناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بخدمات الحجاج اليمنيين في مشعري منى وعرفات. وأكد الاجتماع على الانتهاء من معالجة كافة الإشكالات في المخيمات وتكليف لجان متخصصة لتوزيع الحصص بين الوكالات والنقل بين المشاعر، وتم التعاقد مع 5 شركات نقل بين المشاعر المقدسة بالإضافة إلى توفير باصات لتسهيل نقل الحجاج بين المخيمات في مشعر منى. وشدد وزير الأوقاف خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير كل السبل أو سبل الراحة للحجاج اليمنيين وشد الهمم في خدمتهم. تتواصل رحلات تفويج حجاج بلادنا إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء شعائر الحج، وسط فرحة وسعادة يملأها الأمل والاشتياق لبيت الله الحرام. كاميرا الغد المشرق استطلعت انطباعات الحجيج أثناء وصولهم إلى مكة المكرمة. يحظى حجاج بيت الله الحرام باهتمام واسع من قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بمعالي وزير الأوقاف الشيخ محمد عيضة شبيبة ووكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، وتسخير طاقاتهم وإمكانيات الوزارة لخدمة حجاج بيت الله سواء عبر شركات النقل أو المنافذ أو فنادق السكن. كان استقبال رائع وممتاز وخدمات مريحة من كل النواحي، من ناحية غرف، من ناحية تغذية، من ناحية من جانب الطبي، يعني خدمات ما شاء الله ممتازة. والحمد لله المواصلات كانت روعة والفندق ما شاء الله أمور طيبة الحمد لله، وهذا بفضل الله سبحانه وفي ميزان حسناتهم إن شاء الله. ونحمد الله الأمور طيبة والدولة قائم بكل الأعمال، وفروا كل الخدمات للحجيج ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يكتب الأجر للجميع إن شاء الله. ورصدت قناة الغد المشرق وصول رحلات الحجاج القادمة والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج والتسهيلات والخدمات الجليلة التي قدمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين. والله شعور لا يوصف، الحمد لله الذي أنعم الله علينا بزيارة بيته الحرام، ونتمنى من الله أن تكمل المناسك إن شاء الله على خير وسلامة. والحمد لله مسافرين وصلنا لهنا استقبلونا والحمد لله، اعتمرنا ووصلنا الفندق أكرمونا والحمد لله الشكر. تنسيق جبار صراحة من وزارة الأوقاف اليمنية مثلا بمكتب شؤون حجاج اليمن، منذ الاستقبال في الفندق المواصلات يعني موسم استثنائي تقريبا. والله انطباعي شعور كان قمة السعادة يعني عندما نجي نزور بيت الله الحرام، والأمور كانت طيبة والله وجيدة.
وأشاد حجاج بلادنا بالخدمات المتميزة المقدمة لهم منذ وصولهم إلى منافذ المملكة وما لمسوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وخدمات وتسهيلات. قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح قدم دعما ماليا وغذائيا إلى أسرة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي شمال حيس. وأكد قائد اللواء السابع حراس جمهورية العميد زايد منصر أن دماء المدنيين من أبناء تهامة لن تذهب هدرا وأن القوات المشتركة والتي يتقدم صفوفها خيرة أبناء تهامة ستأخذ بحقهم عاجلا أم آجلا. من جهتهم عبر المتضررون من المجزرة الحوثية عن جزيل شكرهم للعميد الركن طارق صالح. ارتفع عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في أقسام الرعاية المركزة في مستشفيات ألمانيا إلى 1000 مريض. وقال مجلس خبراء كورونا التابع للحكومة الألمانية إن هناك ارتفاعا في حالات الاستقبال اليومية، وأوضح نحو 50% من المرضى المحجوزين يحتاجون إلى دعم تنفسي في شكل أكسجين أو أجهزة تنفس، وكانت هذه النسبة وصلت إلى أكثر من 80% قبل انتشار سلالة أوميكرون. شهدت الهند حالة من تقلبات الطقس السيء حيث استمرت الأمطار أياما متواصلة في مناطق متفرقة وعلى وجه الخصوص العاصمة نيودلهي ومومبي. وأعلنت الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث في الهند أن قوات الحماية المدنية نجحت في إنقاذ 14 شخصا ولازال البحث جاريا تحت الأنقاض، ويمتد موسم الأمطار الموسمية من يونيو وحتى سبتمبر، وهو يعد ذا أهمية حيوية لتجديد الأنهار والمياه الجوفية في الهند، لكنه يؤدي في المقابل إلى فيضانات تتسبب بدمار واسع النطاق. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز العناوين. استعدادات أمنية وعسكرية واسعة لضبط الأمن ومكافحة الإرهاب في محافظة أبين. الميليشيات الحوثية ترفع أسعار الوقود في مناطق سيطرتها، واستياء شعبي واسع بسبب هذه الخطوة. وموظفو إذاعة وتلفزيون عدن ينظمون وقفة للمطالبة بفتح مؤسساتهم والاهتمام بالكوادر الإعلامية. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابعوا منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.